اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا احنا حاليا متواجدين بساحه الماريشال ساحه الامم. كما كتشوفوا هذه المعاناه ديال الراجلين من هذا الممر هذا. كما كتشوفوا كتلاحظوا انه الناس ملي كيدوزوا راه كينقزوا هذا الممر، يعني ما كاينش واحد يعني الممر يعني كان من قبل مفتوح ولاو سدوه بسبب السوتيغا اللي كانوا داروه جديد. هي السوتيغا كما قلت يعني راه هو فكره مزيانه، ولكن قبل تطبيق ديك الفكره راه خصها يعني واحد الضوابط اللي تمشي عليها. مثلا بحال السوتيغا خصو ما يبقاش يتسد، يعني عند واحد الوقت محدد راه بالليل كتلقاه يعني مسدود، فخصو يبقى يعني 24 ساعه. هذه من جهه، ومن الجهه الثانيه طبيعه الحال ما كاينش واحد الاشاره او واحد البلاكه اللي كتدل بلي كاين واحد السوتيغا لتحت. يعني كاين الناس يعني كاين اللي كيكون غير دايز، يعني غير ناس يعني من مدينه اخرى او منطقه اخرى ما يكونوش يعني عارفين. فكما كتشوفوها انتم الراجلين يعني المعاناه ديالهم كلهم وبدون استثناء كينقزوا هذا الممر هذا من الفوق، لانه اغلبيه الناس كاين اللي ما عارفش، كاين اللي يعني كيجي السوتيغا يعني راه بعيد كيمشي له من الجهه الاخرى وكيهبط يعني من الجهه الاخرى، يعني بالنسبه له راه يعني راه بعيد. ف وكاين اللي ما عارفش، يعني كما قلت يعني خص واحد البلاكه او خص واحد الاشاره اللي كدل باللي راه كاين يعني السوتيغا. كما كتشوفوا المعاناه ديال الناس في هذا الاغرب يعني الممر اللي مسدود. اما كنتوما كتشوفوا يعني كتلقى الرجال الناس كبار صغار كينقزوا من الفوق، خصوصا يعني العائلات الكبار اللي مساكن يعني ما كيقدروش، اللي كتكون لابسه مره كتكون لابسه جلابه ولا تقدر يعني تطيح في اي لحظه. وراه ما شحال مره من وحده يعني طاحت في هاد بسبب هذا الممر هذا، بسبب انها بغات تنقز من هنايا، لانه ما عندهاش من دوز خصها، بغات تدوز خصها تمشي من السوتيغان كما قلت. والسوتيغان يعني كاين اللي ما عارفش بلي كاين، وبعض المرات بالليل راه كيكون مسدود، سيرتو غير الا جا شي واحد يدوز بالليل ولقاه مسدود مثلا ولا صافي كيظن بلي راه مسدود، يعني ما خدامش فكيبقى ينقز من هنايا. هذه من جهه، ومن الجهه الثانيه انه السوتيغان عاوتاني كذلك راه راه بعيد، ماشي قريب، ما كيبانش يعني قريب هنايا. الا بغيت كاين اللي بغي يقطع الجهه المقابله باش ياخذ طاكسي، راه ما غاديش يقدر بصراحه، ما غاديش يقدر يمشي للسوتيغا لانه كيجي بعيد. ما كتشوف الناس يعني كبار صغار يعني كيقطعوا كيقطعوا الممر من هنايا، خصوصا يعني الناس الكبار المره كتكون لابسه جلابه كما قلت راه مشكل كبير بحال هذا. فكما قلت واحد راه يبغي غير يقطع الطريق باش ياخذ غير طاكسي، راه ما ماشي في استطاعته، يعني غادي يجي بعيده، هو بكل صراحه غادي يجي بعيده انه يهبط للسوتيرا ويمشي له يعني من الجهه اللي ملهيه، يعني غيخرجوا في باب مراكش ولا يقطع حتى لهنايا حدا لوطيل باش يدوز لهنايا. فهذه حاجه يعني شويه صعيبه. فكنتمنى انه يتحل هذا المشكل هذا، اللي صراحه هذا مشكل كبير زعما ديال السوتيرا هذا اللي كان دار. هو فكره مزيانه كما قلت، فكره يعني حضاريه مزيانه، ولكن خصها يعني تطبق يعني بشويه ويدير يندار واحد البلاكه يعني كدل بلي كاين السوتيغا. هذه من جهه، ومن جهه ثانيه انه الممر يعني ضروري خصو يبقى مفتوح ولو كاين السوتيغا. راه كما قلت يعني راه واحد كيبغي ياخذ طاكسي غير من الجهه المقابله راه ما يمكنلوش يهبط السوتيغا، والمخرج ديالو راه كاين في باب مراكش، راه ما يمكنش، راه غاتجي بعيده يعني مني انايا وراه غاتجيني بعيده، ما غاديش نهبط للسوتيغا، غادي نفضل انه نقز على نهبط سوتيغا. انتم كما شفتوا راه الناس كبار صغار، يعني ممكن الصغير واحد نقول له راه يقطع عادي، ولكن يعني مره كبيره هذا راه كتشوف يعني كون ما كانتش مضطره راه ما غاديش تقطع، خصوصا مره يعني لابسه جلابه وهذا راه ما غاديش تقطع. انتم يعني فاهمين على الموضوع، فاهمين كيفاش غادي القضيه. فكنتمناو انه المشكل يعني يتحل ولو كاين سوتيغا، انه يتفتح هذا الممر هذا ويبقاو يعني بجوج، فكتكون يعني شي حاجه اللي مزيانه وش حاجه اللي كتقرب يعني وكتسهل يعني الماموريه ديال الناس اللي باغيه تقطع من الجهه الاخرى يهبطوا للسوتيغا، اللي باغيه تقطع من هنايا يلقاو هذا المكان هذا. فكنتمنى انه هذا المشكل يتحل، وكنشكركم على كل التفاعل ديالكم، وكنشكروا على كاع الناس اللي كيتفاعلوا معنا وكيدوب يعني كيحطوا واحد التعاليق عليه مفيده اللي كتفيدنا وكتفيد كل من يشاهدونا. فشكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي في بث آخر بإذن الله، إلى اللقاء.